هما جوج اصدقاء فايتين واحد سبيس سين ديالو 70 سنه وما تيشوفش خويا. وهذه هي اللي هذه هي المهمه اللي دابا انا خارج على قبلها ان شاء الله. ما كراش نوجد لي واحد المبلغ ان شاء الله باش نمشي ندوز ليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بقناة أشواقة. مرحبا بقناة أشواقة. شكرا على هذه الاستضافة وجزاكم الله خيرا على هذا المجيء ديالكم. معكم فؤاد الصحراوي مول تيمومة، معروف بصحراوي مول تيمومة. كيفاش احتاجتني الفكرة ديال تيمومة؟ الله يجزيكم بخير. من راكم تعرفوا من وقت الجائحة و خويا جاتني الفكرة. السلام عليكم خوتي المغاربة. كيف جاتني الفكرة باش نبيع تيمومة؟ أول حاجة بعد أنا عاطل عن العمل منذ الوقت لي مشكل ديال الإطار التعسفي، وكنت خدام واحد الشركة اللي خدمت بثمان سنوات ضاعت مع المصاصين ديما اللي كثروا عندنا في المغرب. خدمت 8 سنين ومن وقعت لي حادث شغل، قال لي تبرات رجع تخدم. ملي رجعت باش نرجع نخدم قال لي كونترا ديالك سالات، سير فوت المحاكم ليه. وصلت المحاكم وحكمت المحكمه بصالح ديالي، ولكن ما تعوضت بالتعويض ديالي. ومن الازمه اللي وقعت ديال الجائحه وانا جالس من الخدمه، وك عارفين في بلادنا بقى كثير البطاله، ووصلت في هذه الازمه ما عنديش شي مشروع باش ندير شي بيعه وشرية، وما عنديش راس المال باش ندير، وما غاديش نمشي نسعى في والله يكون في العون اي واحد محتاج. ورغم الظروف كل واحد وعنده ظروف ديالو. كيف جاتني الفكره ديال تيمومة اخي؟ من وقت الجائحة، وراكم عارفين بلادنا كاملة، راك عارفين أماكن ديال الوضوء مقفلة باقا مسدودة لحد الآن. تتمنوا إن شاء الله تفتح إن شاء الله، ونتمنوا الصوت ديالنا إن شاء الله يتولى لرئيس الحكومة إن شاء الله السيد عزيز خنوش يفتحوا لنا أماكن الوضوء. راه فرحة كبيرة، فرحة كبيرة ما غاديش نوصفها، ولكن غادي يكون واحد الدعوة كبيرة إن شاء الله لا باش تفتحوا الأماكن ديال الوضوء. فرحة كبيرة اللي احنا من واحد الشعب اللي صبار، اللي داز حل من ازمه وصبر ليها، لا من شباب لا من اطفال لا من شيوخ، لما كنا تنصبروا. من ناحيه خويا ديال الاماكن ديال الوضوء، الواحد راه ما غاديش يقطع الصلاه ديالو. انا خويا متعود تنتوضا في المسجد، تلقى في ذاك الوقت كتلقى بعدا الماء موجود سخون. كاينين الناس محسنين اللي تيخلصوا الماء تكونوا موفرين الماء ساخن. انا ما نكذبش عليك، ما عندناش الماء سخون في الدار، ما عندناش داك الشوفو. وراك عارفين حنا الحمد لله المسلمين تيكونوا محقين على الوضوء، لا استحياء في الوضوء. عارفين الوقت الوضوء تيكون واحد اكثر شيء ديما تجدد الوضوء قبل الصلاه، تمشي المسجد تلقى اماكن الوضوء تلقى واحد القدر ديال الماء بسطيلات يقدك تقداك وتتوضا وديما تكون متطهر. ولكن اخويا من وقت الجائحه وباقيين مسدودين، تنتمنى يا ربي فرج ان شاء الله يوصل الصوت ديالي، يوصل الصوت ديالي سيدنا، ويوصل الصوت ديالي للرئيس الحكومه. كتباع لك ولا ما كتباعش؟ خويا التيمومة تنحشم باش نقول الثمن ديالها بعدا، غير واخا بعدا هي ما شي واحد يقول لي سولني، تنقول لي 5 دراهم وتنقولها بواحد الحشمه عمتي. ما هي اللي بغا نعطيها لي في سبيل الله ولا نوصلها لي، راه الرقم ديالي نعطيه لخويا نوصلو اللي بغا يوصلها في سبيل الله. خويا تيمومة راه الله سبحانه وتعالى
ميسرينا بالواحد مقطع الصلاة ديالو، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. وحتى التيمومة خصها تكون صغيرة باش تدخل لك في يدك، خصها تكون ما خصها تبقى واحد الفرق ما بين هي راه بحال يبقى واحد الفرق في يدك، يبقى تكون كبيرة واحد شوية. وين انت ملي كتجيب التيمومة؟ خويا تنجيبها من حدا البحر، كتبت انا مكرا تنجيبها من الواد و تنمشي نجيبها من حدا البحر، تنجيب القدر اللي غادي نقد عليه، اللي نقدر نهز واحد راك عارف ما نقدرش نبقى حامل الاثقال. و تنبغي نتمنى نمشي لبلايص شعبيين. وخويا راه تيمومه راه واخا تيمومه راه شنقول لك دابا نعطيك واحد المثال. دابا تقدر تصدق، دابا هي تقدر تصدق بواحد تصدق على شي راجل كبير ولا مرا كبيره، غتبقى ديما تفكرك شحال من واحد اجات تبالك بسيطه. وانا نمشي عند شي مرا كبيره تقول لها خالتي ولا امي، ولا تقول لشي راجل كبر منك في السن تقول ليه واش نجيب لك شي تيمومه عمي، ولا نجيب لك ولا شي بعدا شي واحد مريض مشيتي للمستشفى، سي انت تمشي تدخل المستشفى على 20 غسل محمد الخامس ما تلقاش شحال الناس مساكن ما تيقدروش يتوضا ومراض ما وتيكون محتاج تيمومه. انك غير كتبيع تيمومه على باش تعالج الصديق ديالك، صح؟ خويا تمشي اخويا تنتقطع لواحد السيد قلبي تيتقطع من ناحيه ديالو. خويا انا عزيز عليا مصاحب معنا ناس كبار اللي كبار في السن كداو 70 عام، واحد السيد معاق من ذوي الاحتياجات الخاصه، هما جوج اصدقاء فايتين واحد فايت السن ديالو 70 سنه وما تيشوفش خويا. وهذه هي المهمه اللي دابا انا خارج على قبلها ان شاء الله، ما كراش نوجد لي واحد المبلغ ان شاء الله باش نمشي ندوز ليه، حيت ملي مشيت اخو باش ندوز ليه فابور وديتو للمدينه، ديتو بالدراجه ديالي مشيت بالموطور ديتو مشينا للمدينه، مدينه ندورو على دوك صحاب النظارات، تندخل لداخل كريتي يقول لي مول المحل ما كاينش، امشي خويا كاين بروتوكول ما بغاش يساعدو، مشيت لشحال ديال من المحل قلت هذا قلت ما بقاش الامل، مشيت لشحال من محل حتى شاف داك الراجل مسكين. ومؤخرا هذا الراجل مسكين راه طاح من الدروج وما تيشوفش انا دابا اللي ما صدقنيش يجي يمشي معايا لعند هذا السيد هذا ويشوفو. ولا مشات نتمنى ان شاء الله الصوت ديالي يوصل شي دكتور طب العيون ولا هاد اللي تبعوا النظارات في قريعه ولا درب غلب، شي واحد بغى يوقف مع هاد السيد هذا في سبيل الله بحال وقفتي مع باك ولا بقى عرفتي باش تجبر الخاطر لشي واحد. دابا في النظر ديالك خوتي شي واحد فرحك وجبر لك الخاطر ديالك، ما تتحس واحد الفرحه في القلب ديالك، تنسى راسي خويا تنسى راسي انا من ناحيه البطاله وشي اللي واقع ليا، ولكن انا تنمشي نعمر في واحد الدرب هنا في حي محمدي عند واحد جوج رجاله هادو تنزيد تنشوف داك السيد راه عيني بداو ينشفوا وما تيشوفش، تندوز من حداه تنقرب حداه وعزيز عليا وصحته شنقول لك اخويا راه ملي تنعنقو تنقيس لي غير في الصحه ديالو مشات، ولكن بغا يفرح يشوف بغا نظاره تيشوف بغا يشوف فهمتي عرفتي شي واحد ما تيشوفش بغا نظاره يديرهم في عينيه. تنتمنى شي طبيب، تنتمنى من هاد القناه ديالكم تنتمنى ان شاء الله من شي محسن شي طبيب ولا شي واحد اللي ما تيعقش على فعل الخير يتصل بالرقم ديالي ونديه عند السيد، وحق الله العلي العظيم داك الاجر ديالك اللي غادي تديرو في داك السيد ودوز ليه على عينيه ولا دير ليه نظاظر ما غاديش يضيع لك هذاك السيد اللي ما تيشوفش محافظ على الصلاه ديالو غير الله ابتلى بهاد سميتو ما تيشوفش وما عندوش المال باش يدير النظارات. فهمتي نسيت همي وديما تنمشي تنشوفو والله الا تنتقطع من قلبي تيبان لي عيني غادي نمشي نشوفو، وفي نفس الوقت يقول لي راه تيتزاد عليا سميتو ما تيقدرش يعاود لشي واحد اخر في ناحيه الدرب ديالهم وما تيعمرش مع الناس ديال الدرب ديالهم. راجل درويش داخل سوق راسو مع مصاحب مع داك الراجل مصاحب مع الصديق ديالو ملي تنشوف اخويا والله تيتقطع في قلب صاحبو اللي ما تيشوفش اللي معاق قال لي ان شاء الله نسبقوا هذا السيد هو نشوفوا نقلبوا على ان شاء الله نوقفوا معاه ما غاديش دير الخير خويا باش دير الخير وتجبر الخاطر وتكون مساعد اجتماعي. و انا ما غاديش نتسوق كلام الناس، وحيت الله سبحانه وتعالى وصانا بالصدقات وباركان الاسلام
راه فيهم كل شيء، راه الاسلام راه فيه مدرسه، راه الصلاه راه فيها مدرسه، بالرسول صلى الله عليه وسلم راه مدرسه، راه علمنا كيفاش نكونوا، كيفاش نكونوا بحب الله سبحانه وتعالى ونديروا الخير بيناتنا، حيت هذه خويا الدنيا هي غاديه، والصلاه ديالك ما تقطعهاش. حنا دابا نرجعوا للموضوع ديال التيمومه، رجعوا ديال الموضوع ديال التيمومه، ما لقيتيش اخويا الماء ما تقطعش الصلاه ديالك، كتابك وانت من الشباب اللي ما تيصليش خويا تولي تصلي، حاول ديما الضمير ديالك سميتو واش اللي تلقاه مدمن، واش ما شبعتيش من الادمان، وامتى يجي داك النهار اللي غادي واش بغيتي تخسر الدنيا ولا اخره، خاصك اخويا تصلي تكتبها بكتابك. سير ملي تدير التحيات ديالك راه داك هو الصلاه ديالك تتكتبها بكتابك، ملي التحيه راه تكتب الظهر، كتبتي العصر هذاك هو السيلو، هذا هو السيلو باش تكتب به الشهاده ديالك في الكتاب ديال اليمين ديالك، ولا يشهد لك ملي تكتب الظهر وتكتب العصر وكتب هذيك راينا الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. خويا ما تضيع الصلاه ديالك، ماشي تلقى من الاماكن ديال الوضوء مسدوده وتضيع الصلاه ديالك. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.